وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مراسلنا كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، آخر فعاليات المهرجان لليوم وكيف هو الإقبال الجماهيري لديك؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من العلمين الجديدة، وتحديدا في المنطقة الرياضية والمنطقة الترفيهية. هذه المنطقة التي شهدت حضور لعدد كبير من شباب جامعات مصر الذين تجمعوا سويا عن طريق وزارة التعليم العالي. جاءت بهؤلاء الشباب من محافظات عديدة، من المنيا، من المنوفية، من الشرقية، من الإسكندرية، من أكثر من مكان. جاءوا هنا لهذا المكان من أمام البحر وأمام الأبراج في هذه المنطقة ليمارسوا هواياتهم المختلفة. هنا بعض الشباب الصغار الذين يمارسون هواية الرسم والفنون التشكيلية، التشكيل بالصدف، التشكيل بالألوان، التشكيل بالنحاس. حتى كل هؤلاء رسموا وشكلوا يعني مواهبهم المختلفة من وحي مدينة العلمين الجديدة، وأيضا من وحي رسالة العلمين الجديدة أن مصر وفلسطين يد واحدة. كانت هناك عدد كبير من الرسومات المختلفة التي توحي بالأعلام الألوان عن دائما التكاتف المصري الفلسطيني من داخل العلمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا نشاطات مختلفة مثل نشاطات كرة القدم ومسابقات لكرة القدم بين الجامعات المختلفة هنا في هذا الملعب من خلفي. أيضا بالإضافة لذلك عدد من الشباب الصغار الذين تجمعوا ليمارسوا هواية الغناء والكورال من على مسرح صغير داخل المنطقة الترفيهية. ربما من أهم هذه الفعاليات أيضا هي تجمع يعني الأهالي الذين جاءوا لزيارة الشواطئ المجانية، جاءوا ليشاركوا ويستمتعوا بهذه الرسومات ويستمتعوا بهذه الأنشطة أيضا، وليشجعوا فرقهم داخل مدينة العلمين الجديدة. أيضا هذا لا يمنع استمرار الفعاليات الأخرى الجانبية مثل فعاليات الخاصة بالباراشوتينج أو القفز المظلي، وأيضا الفعاليات الخاصة بالباراموتور أو القفز الشراعي من الطائرة، أو في بعض الأحيان القفز الشراعي بالمواتير الكهربائية، وغيرها من الفعاليات المختلفة ما زالت مستمرة في مدينة العلمين الجديدة. أيضا بالإضافة لذلك ستقوم وزارة الشباب والرياضة باستضافة هامة جدا لأبطال البارالمبيون، وهذه الأبطال يعني البارالمبيون وهم الأبطال من ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الهمم، سيكونون متواجدين بالفعل غدا في هذه المنطقة. ولكن ربما من النقاط الهامة جدا هي وزارة النقل التي وفرت أتوبيسات ووسائل نقل فاخرة للمواطنين ليأتوا إلى العلمين الجديدة من عدد من المحافظات. من القاهرة على سبيل المثال ستنطلق هذه الأتوبيسات أو هذه وسائل النقل من محطة عدلي منصور، تتحرك في 8 صباحا هنا تصل إلى العلمين، ثم تتحرك بعد ذلك من 8 مساء من العلمين الجديدة عودة إلى القاهرة، وفي بعض الأوقات هناك ستتحرك في 4 عصرا من عدلي منصور في من هنا عودة إلى القاهرة من العلمين الجديدة في 2 صباحا من اليوم التالي. ربما هذه من أهم النقاط وهي وسائل النقل من القاهرة. هناك أيضا وسائل نقل من الإسكندرية، ولكن تختلف المواعيد، من 7 صباحا ستتحرك من الإسكندرية وصولا إلى العلمين الجديدة. لذلك نرى تكاتف من وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي، وزارة النقل، كل هذا لخدمة المواطنين للاستمتاع بأوقاتهم في أوقات الصيف، وتحديدا في العلمين الجديدة وسط هذه الأنشطة المختلفة الترفيهية. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية، مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس.